عايزه اقول حاجه معلش يعني بدون مقاطعه، المفروض الاستاذه جيلان اللي ترد عليك، بس انت نزلت وسط البلد يوم الوقفه؟ نزلت وسط البلد يوم الوقفه؟ نزلت سامعني؟ نزلت شفت ازاي بتبقى زحمه وبيبقى مفيش مكان، البنات بتبقى ماشيه، الولاد بتبقى منتشره جدا جدا واخدين راحتهم في الشارع كانه بيتهم ومسيطرين عليه، والبنات بتبقى ماشيه برضو يعني على رصيف بتجري كده، ما خدتش بالك عمرك من الحاجات دي؟ لا خدت بالي. ايوه ايوه. طيب انت النقطة إذا كان يعني أنت حاسس إن الناس كانت بتتفرج في المحلات، كان ممكن حد يعمل موقف إيجابي وينقذ الموقف؟ بالظبط، كان ممكن مثلا مشهد إن هو يبان إنه في برضه الناحية الإيجابية إنه برضه. بس أنا عايزة أقول لك إن ده لما بيحصل ما بيبقاش في وقت لحد يدخل ينقذ حد. لو أنت شفت ده فعلا قدامك هتعرف إنه ما بيبقاش في وقت إن أنت نفسك تاخد نفسك. يعني انا مش عايزه اقول لك ان انا قعدت مع ناس اتقفلت عليها دواير بجد، والناس دي يعني سيرفايفرز، يعني ان هم لسه لحد دلوقتي مكملين، ولسه الصور دي في خيالهم ومكملين حياتهم عادي كانهم ما حصلهمش كده. انت يعني مستحيل ان انت كراجل تحس ابدا بالموقف ده او بالمشهد ده، حتى لو شفته قدامك عمرك ما هتحس بيه 100% زي ما الست بتبقى فيه. استاذه جيلان بقى ممكن تقول وجهه نظرك. لا هرد طبعا على السؤال. اولا المشهد يعني مبدئيا ما حقي المفروض ان ما يبقاش احنا بنقيم اصل الرجاله عملت كده والستات عملت كده. اظن ان احنا في خلال الفيلم ككل ظهر أمثلة مختلفة جدا، ناس بتغلط وناس كويسة، ونفس الشخص الكويس ده غلط والعكس، فبلوش علاقة بأنه هو ست أو راجل، وده بالنسبة لي حاجة مهمة جدا. ومفيش أي شخصية من الشخصيات عندنا في الفيلم مجرد أنها كويسة أو مجرد أنها وحشة، ده نمرة واحد. نمرة اتنين بالنسبة للمشهد ده بالأخص اللي حصل، إن أنت عندك مش عايزة أحرق طبعا الفيلم، بس أنت عندك في ليلة العيد بيبقى فيه زحمة، وبطبيعة الأمر في الزحمة دي بيبقى فيه ناس بتتعامل بطرق مختلفة. فإحنا جوه حتى جوه المشهد ده فعليا الناس كانت الأول بتهزر وبعد كده قلب مشهد عنيف، والفكرة إن كان في ناس، وحتى المشهد اللي بعده كان بنحكي على ده، كان في ناس بتحاول تساعد، في ناس بتحاول تطلع، في ناس كانت ضد كده، وفي شريط الصوت كان الكلام على كده برضه، لأن الخناقة قامت ليه؟ الخناقة قامت ما بين الناس اللي بتساعد والناس العنيفة، فكان في عندك الوجهتين النظر فعليا بس بطريقة بصرية، ومفروض طريقة سمعية يكون إن ده يعني خلينا نعمل إن هو يوصل. وفي الآخر الراجل صاحب المكتبة هو اللي دخلها، وهم كلهم قعدوا في أمان عند الراجل صاحب المكتبة، وده أحداث الفيلم ده أو أحداث المشهد ده. بس ممكن في مشهد تاني في فيلم تاني يبقى عندك يعني ما ينفعش إن احنا ندي تقييم، لا أصل احنا شايفين الناس كلها من وجهة نظر دي وحشة والناس كلها كويسة. يعني لازم دايما يبقى في طبقات مختلفة، مش طبقات اجتماعيه، طبقات نفسيه وذهنيه للبني ادمين. فيعني بطل بس نبص على الامور من وطبعا احنا يعني انا في بعد لما حصل بعد حكم الاخوان لما كنا بنعمل نزلات في فندق التحرير، ده كان مشهد متكرر. انا بشكل شخصي حضرت، بتبقى البنت في مركز الدايره، انا ما اعرفش كان التكنيك ازاي، يعني في تكنيك معين من ايام الثوره عملوه اللي هو فكره الدوامه دي، انه فجاه انا ببقى ماسكه في ايد زميلتي بلاقيها مش في ايدي.